المنظومة الفكرية لإجرام السلوكية وإنحرافها الأخلاقي. السلوكية توظف الدين لإباحة المحرمات وترك الواجبات ولتبرير الظلم والقبح والفساد بتفسيرات باطنية باطلة لها امتدادات تاريخية سابقة الإسلام ولا زالت موجودة بمختلف الأديان. يعملون على نشر وبسط الظلم والجور كي يخرج المخلص، يقومون بإفساد وإجرام وإرهاب يدخل عندهم تحت عنوان الإيمان والتدين والعقيدة والتمهيد وتحقيق شروط ظهور المخلص. محاسبتهم الناس وقهرهم وقتلهم تحت عنوان الأمر والنهي والإصلاح ما دام هؤلاء الناس غير منتمين لهم، أما لو كنت معهم وعلى عقيدتهم فسيحل لك الإجرام والغدر والإفساد. انحرافاتهم الفكرية والأخلاقية لا تتوقف عند تبادل الزواجات واللواط، وقد حذر الشهيد الصادر رضي الله عنه المجتمع منهم في الخطبة الثانية الجمعة 16 للسادس من ربيع الثاني لعام 1419 للهجرة، قال: أحذر المجتمع منهم وأحذر المؤمنين منهم وأحذر المسلمين منهم. وقال رضي الله عنه: احذروا هؤلاء وابتعدوا عنهم، فإنهم يخرجونكم عن دينكم ويبذر فيكم بذور العقائد الفاسدة ويصور لكم الباطل بصورة الحق ويبعدكم عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن الجنة. وفي خطبة الجمعة 16 قال الأستاذ الصدر رحمه الله: ما يسمى بالسلوكيين الذين أصبح أمرهم مشهورا وعلنيا، إنهم يأمرون الناس بالتخلي عن عقولهم وعزل تفكيرهم والطاعة العمياء لهم. جاء ذلك في تغريدة الصخري الحسني على تويتر في بحثه ولاية الفقيه ولاية الطاغوت، والتي كانت بعنوان: يقود القطيع بالطاعة العمياء وإلغاء العقل.